الخير إيمان تازي. صباح النور. أهلا وسهلا. الله يبارك فيك. ياك ما اليوم يوم دار الراحة، صبحتي شوية ناسة. لا لا والله إلا فايقة بكري. حنا النساء راه دائما الفياق بكري. ضروري كاين شي شغيل ما يدار. لا من غير صغير الانسان يستافد حتى من داك الهواء اللي تيكون الصباح بكري، راه ينقي لي بومون ديالو. نعم طبعا طبعا طبعا. طلبوا منا الناس اننا نعاودوا لهم الطريقه ديال استخلاص زيت الزنجلان. ما عرفتش واش غيكفينا الوقت لاننا نعاودوا او نخليوا اليوم غد في الخلاصه، واليوم نقولوا الوصفه وطريقه الاستعمال ديالها. اللي بغيتو من الافضل، من الافضل لانه عندنا يوم الجمعه كنعملوا فيه خلاصه للجميع ما ذكرناه خلال الاسبوع. فجات اتصالات هاتفيه كثيره كتطلب منا اننا نعاودوا طريقه استخلاص زيت الزنجلان. كنوعدكم يا مستمعينا يوم غد باذن الله في حروف الزين غنعاودوا الطريقه ديال استخلاص زيت الزنجلان. الوصفه يا ايمان. داكوغ. الوصفه هي كيف قلت كريم مرطبه من زيت الزنجلان. المكون الاساسي ديالها هو زيت الزنجلان. دونك المكونات ديال الكريم: 3 ديال المعالق صغار زيت الزنجلان، 2 معالق صغار شمع النحل، 2 دو كابسول ديال فيتامين او، معلقه ديال لا غليسيرين، 2 معالق ديال الماء ورد، و 8 القطرات زيت ازير العطري. مش مع النحل غناخذوه من اي كيتباع عند الناس اللي كيبيعوا العسل ولا برودوي د لاغوش كيكون موجود. كاين موجود ثمن غالي او لا؟ لا 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 مناسب. مناسب جدا، رخيص. حيت ملي كنعطيو شي وصفه خصوصا ملي كنقولوها في الميديا كيرتفع الثمن ديال مكون من المكونات. كنتمنوا انه ما يرتفعش، انه تبقى الاشياء في متناول الجميع. نتمنى. دونك بالنسبه للطريقه كيف قلت كننقيو لو ماتيريال ديالنا، كنعقموا المكان المكان والماتيريال كيتعقم. كنصح السيدات اللي غادي يبداو يعملوا معنا الوصفات الطبيعيه اولا الوصفات اللي غادي تكون قابله للتسويق انهم يخدموا بالالكول، الكول 70 درجه، تيعملوا في واحد سبراي كيكون عندهم سبراي في الدار وكيرشوا به لو شون ديال لو طرافاي المكان اللي غادي يخدموا به وحتى الماتيريال. لان مدادنا ان الماده ديال ان الحفظ ديال البرودوي يكون اطول ماده، وحنا المواد الحافظه اللي تنستعملوا غالبا غنخدموا بلا فيتامين او ولا بزيوت عطريه باش ما نخدموش مواد حافظه اللي تكون سينتيتيك اللي تكون غير طبيعيه. نعم. دونك كنعقموا المكان، كناخذوا اناء كنعملوا فيه 3 ديال المعالق صغار زيت الزنجلان، نضيفوا لهم 2 معالق صغار ديال شمع النحل وندوبوهم مع فيتامين مع لا فيتامين او. من بعد ملي كيذوب دونك تنضيفوا له 2 معالق صغار ديال الماء ورد اللي كيف قلت راه مرطب جيد هو ولا غليسيرين. نضيفوا معلقه ديال لا غليسيرين. في الاخر كنضيفوا 8 ديال القطرات زيت ازير العطري. بالنسبه للزيوت العطري كيكون فيها داك لابوشون ديالها كتكون فيها يعني هي كنكبوا كيبداو يهبطوا القطرات فوالا. دونك من بعد كنحركوا الكل جيدا وكنوضعوا في واحد الاناء اللي تيكون محكم الغلق. كيف قلت انه كيف كي الخليط كيبرد ديجا كنحطوه في هذا الاناء وهو باقي ما بردش. اون فوا كيبرد كياخذ لينا داك القوام الكريمي ديالو. بالنسبه لهذا الكريم هذا كيف قلت وغادي يستمد الخصائص ديالو من المكونات اللي كتكونوا. فتكلمنا على خصائص زيت زنجلان، دونك هو مرطب جيد. انا خدمت فيه الكليسيرين وخدمت فيه ما ورد وهذا باش يزيد الخصائص الترطيبيه. بالنسبه للزيت ازير العطري فاحنا كنستعملوه هنايا كماده معقمه وعنده بزاف ديال الخصائص. اون جينيرال زيت ازير العطري في الكوزميتيك تيدخل في الكريمات اللي كتكون مضاده للسيلوليت وفي الكريمات اللي تكون خاصه بالجلد الدهني. فالا خدمنا بزيت ازير العطري وخدمنا مثلا بزيت ارغان ولا ويل دو نوازيت ولا زيت الجوجوبا، هنا كنوليو كندخلوا في الوصفات الخاصه بالزيت بالبشره الدهنيه وبالشعر الدهني كذلك. اذا هذه الوصفه هذه خاصه باصحاب البشره الدهنيه؟ لا، لاصحاب البشره الجافه خاصه. ويمكن اللي عنده بشره دهنيه يستعملها، ولكن يعني كيستعمل ماشي المداومه يعني ماشي شاطيوغ. بعض المرات حيت دابا حنا داخلين على الشتا ما كيبقاش عندنا بشره دهنيه وبشره جافه. كلشي في البرد الاغلبيه جميع الانواع ديال البشرات كتولي تقريبا كلها كتنشف. كيف كيولي الجميع كيولي كيقلب على الكريمات المرطبه.
سميت ازر العطري كذلك يدخل في لي شامبوان، يدخل في لي شامبوان اللي خاصين شعر التهني واللي فيهم لي شامبوان ديال الناس اللي فيهم القشره، وكذلك اللي عندهم مشكل ديال الشعر الباهت، وكذلك في مستحضرات تساقط الشعر. دونك للتذكير ان جميع لي كريم المبدا ديالها انها كتخدم بدو فاز، فاز اكوز فاز ويلوز، سيتاتير انها كتخدم بالماء والزيت، ماء كما كان يعني سواء ماء مقطر، سواء ماء ديال الاعشاب، سواء يعني ماء وارد، ماء زعتر، ماء على حسب الغرض من هذا الكريم. ولا فاز ويلوز كتكون يا اما زيت، يعني ماده دهنيه، يا اما زيت يا اما انواع من مثلا زبده الكاريدي، زبده الكاكاو اكسيتيرا، وتجمع بيناتهم واحد ليميلسيفيون ولا ماده مستحلبه. هنا كيمكن لينا نخدموا في اطار الاستعمال الطبيعي، كنقدروا نخدموا بشمن، هل كنخدموا بلا ريسيتي دو سوجا، كنقدروا نستخدموا مجموعه من المواد الاخرى غادي نذكرها من بعد ان شاء الله. اذا الوصفه كنستعملوها للوجه لليدين. نعم. ايضا نعم كتستعمل يعني جميع المناطق الجافه، كتستعمل في الليل يعني في الليل النعاس، بحال الكريم دو نوي. نعم.